أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. رحب معنا اليوم بالأستاذ محمد اليوسف من أكاديمية الأبطال للكاراتيه. أهلا كوتش. أهلا وسهلا فيك. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من AGC، ونتمنى منك بداية تعرفنا وتعرف المشاهدين المزيد عنك وعن بداياتك في رياضات القتال. بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية تقدم بالشكر لحضراتكم على إتاحة الفرصة لي. الاسم محمد اليوسف من المملكة العربية السعودية، لكن ولادتي ونشأتي كانت في دولة العراق، في جمهورية العراق. بداياتي مع رياضة الكاراتيه والفنون القتالية بشكل عام ابتدأت من سن الطفولة. في الفترة الماضية هذه كانت يعني لما كنت في عمر بالأيام الابتدائية، يعني كانت بالضبط، كان أسطورة الفنون القتالية بروسلي مشهور جدا، مع أنه مر سنوات على وفاته. أتذكر أن كانت تباع صورة على الأرصفة من حجم يعني بكف الإيد إلى حجم تقريبا متر في نص متر، شكل صور أفلامه وإلى آخره. فقام الوالد الله يرحمه في أخذني أنا وأخوي لمشاهدة فيلم بروسلي، كان فيلم لعبة الموت اسمه، آخر فيلم قدمه بروسلي. طبعا حصل يعني نوع من الاندهاش الكبير يعني والإعجاب الكبير باللي حصل في الفيلم هذا. طلبت من الوالد أن يسجلني في نادي وأتعلم الفنون القتالية، لكن رفض لي كان صغر سني هاي الفترة. بعد فترة، بعد بضع سنوات لما أصبحت بعمر المراهقة يعني وصرت أعتمد على نفسي، خذت طبعا بإذن الوالد أكيد بكل تأكيد، ذهبت ويعني قدمت وشاركت في نادي تدريب رياضة الكاراتيه، اخترتها كونها من أشهر وأكثر الرياضات شعبية في العالم يعني. هذا الكلام كان سنة 1990، يعني اليوم 34 سنة والحمد لله يعني، ولا زلت مستمر لأنها أسلوب حياة، يعني مش مجرد رياضة أو هواية، أصبحت أسلوب حياة يعني ما ممكن واحد يعيش بدونها. كوتش، ممكن تخبرنا على الخدمات أو التمارين اللي بتقدمها الأكاديمية؟ ما هي الأعمار اللي بتستقبلها وما هي الفعاليات أو البطولات اللي شاركت فيها الأكاديمية؟ بالنسبة للأعمار نبتدأ من عمر 3 سنوات، الأطفال أولاد وبنات يعني ما في مشكلة بهذه، والعمر مفتوح يعني. حتى قبل بضع سنوات اشتركت معي سيدة كان عمرها 61 سنة من دولة اليونان، وكانت حابة تتعلم دفاع عن النفس، يعني كانت حتسافر حتترك الإمارات، فتدربت بحدود 3 إلى 4 أشهر معي. يعني ما في عمر محدود مثلا، بس البداية 3 سنوات، لأن بهالعمر الطفل يبدي يدرك يعني مثلا يفهم بعض حركات، بعض تقنيات، طريقة الوقوف، طريقة أداء تحية الكاراتيه الشكل. ونبدأ بتأسيسهم من البداية، أول مرة نفهمهم أن الكاراتيه مش لعبة ومش أسلوب للضرب والتكسير، وهذا مثل ما مثلا يتخيل البعض. مثلا أول شيء نبدأ بالاحترام، احترام بينهم وبين المدرب، بينهم وبين بعضهم البعض. بعدها نبدأ نأسسهم بدنيا وذهنيا أيضا، بدنيا بالتمارين العادية يعني الجري والضغط وهذه التمارين العادية اللي نعملها، بالإضافة لتمارين الحركات يعني تبدأ حركات بسيطة جدا، وكل ما يرتفع المستوى الطالب ويتقدم حزام تكون أكثر تعقيدا الحركات طبعا تصبح. وذهنيا بأني يعني أحيانا مرت علي كثير أطفال مثلا أو حتى شباب بعضهم يكونون نوعهم خجول لما يجي وما عنده ثقة في النفس، مش عارف أعمل مثلا، ها الشباب الآخرين أو البنات الأخريات أفضل مني، فأنا أكون هناك داعم لهم، لا أنت ما ينقصك شيء أو أنت ما ينقصك شيء، نفس الشيء أنت نفسه، طيب صعبة مش مشكلة أنا معكم، أنا أدربكم أنا. والحمد لله يعني يعني مش مدحن في نفسي لا سمح الله، بس واقعا يعني صارت الحمد لله تغيرت كثير عندي أطفال، تغيرت نفسياتهم للأفضل وصارت عندهم ثقة بالنفس كبيرة جدا. بالنسبة للبطولات، شاركنا ببطولات محلية تحت اتحاد JSKA، نفس هذا الاتحاد اللي شعاره واضح هنا، اللي هو جابان شوتوكان كاراتي أسوسيشن، اتحاد ياباني، وفي تحت اتحادات أخرى منها اتحاد الإمارات أيضا. التلاميذ اللي عندي من الأعمار الصغيرة للشباب كلهم الحمد لله حققوا مراكز بين الأول والثاني في فئة الكاتا والكوميتا. الكوميتا معناها القتال الحر، والكاتا اللي هي استعراض أو مجموعة حركات كاراتي الشكل يعني. ونطمح إن شاء الله شيء أكبر يعني، وحتى نوصل للعالمية بإذن الله يعني. قلت بعد النجاح الرائع والسمعة الطيبة اللي اكتسبتوها، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية للأكاديمية؟ نعم، بالنسبة لي أنا أحب طبعا أستمر بمشواري في تعليم الكاراتيه وتعلمها أيضا. قد يبدو غريب هذا الشيء بعض الشيء كلامي، حاليا أحمل دراسة الخمسة دان، الحزام الأسود الخامس، لكن خلال أشهر قليلة إن شاء الله في عندي أنا نفسي اختبار للدان السادس يعني درجة،
وبالإضافة لهذا عندي الشباب والبنات حاب أعلمهم أكثر وحاب أعمل منهم مدربين إن شاء الله للمستقبل. الفائدتهم الشخصية والفائدة مجتمعهم أيضا، لأن مثل ما ذكرت أن الكاراتيه مش فقط القتال وعنف، لا بالعكس هي تعلم تهذيب النفس، هي تعلم الأخلاق العالية، وطبعا مفيدة جدا 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 للصحة البدنية والصحة الذهنية أيضا. وبإذن الله عما قريب في مفاوضات يعني حاليا أن حفتح صالة، يعني حبدي تدريب كاراتيه في منطقة الشارع الشيخ زايد قرب المركز التجاري العالمي إن شاء الله، يعني خلال أيام أو خلال بحدود شهر يعني نحصل الإفادة التامة بإذن الله. يعني نتمنى لكم التوفيق. الله يخليك. تسلم. بالنهاية ما هي الرسالة اللي بحب وجهها الكوتش لدولة الإمارات على دعمها وعلى الأمن والأمان؟ نعم، تحية حب وإكرام وأجلال لدولة الإمارات حكومة وشعبا على الدعم وعلى نعمة الأمن والأمان بالفعل، يعني اللي حسيناها وما حسينا بصراحة، يعني هذه 10 سنوات أنا ما حسينا في غربة أو بأن يعني مقيمين هنا، نحس أن في بلدنا بمعنى الكلمة. ويعني في تسهيلات كثيرة كثيرة بكل مجالات بما فيها الأعمال أيضا التجارية، نلقى يعني تسهيلات كثيرة، نلقى وجوه بشوشة أينما نذهب، يعني من المسؤولين من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول، هذا الصراحة. يعني بالنهاية ممكن تخبر جميع المشاهدين بيتابعوك حاليا كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الأكاديمية؟ يعني بكل تأكيد، نعم، في عندي صفحة فيسبوك وفي عندي إنستغرام وفي عندي يوتيوب شانل، قناة يوتيوب كلها باسم الأبطال كاراتيه تيم. عن طريقها ممكن يشوفون فيديوهات إلي أنا شخصيا وفيديوهات التلاميذي، بعضها أثناء التدريب بعضها مثلا أثناء بطولات أيضا. على فكرة بس ذكرت شغلة الإضافة، يعني من أكثر من سنة اشتركت معي تلميذة يابانية وأيضا أخذت مركز أول، يعني علمت اليابانيين فنهم نفسه بالشكل، وموجودة في فيديوهات لها اسمها إيما، يعني حاليا عمرها بحدود 7 سنوات في فيديوهات لها نزالاتها، لعبت نزالين وفازت الحمد لله مركز أول يعني حققت. فعن طريقها ممكن يتواصلون معنا إن شاء الله، وفي رقم واتساب أيضا أعطيكم إياه بإذن الله تواصلون، أنا جاهز. يعني أهلا وسهلا فيكم جميعا في أي وقت. شكرا جزيلا كوتش، وشكرا لجميع طاقم العمل، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة، وسعيد في لقائكم. شكرا جزيلا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.